ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى مش هنعمل بقى ولا حلو ولا حادق ولا هنعمل اي حاجه. النهارده هنعمل البصاره، دي اكله حرشه كده اهوت، اكله مصريه شعبيه الكل او مش الكل يعني البعض بيتجمع عليها مع شويه عيش ناشف وبصلايه وشويه جرجير، بتبقى اكله جميله وبالذات بيبقى يوم الجمعه. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. اول حاجه انا جبت ربع كيلو من الفول المدشوش وغسلته كويس وحطيته في حله وغطيته بالميه. هضيف عليه دلوقتي، هضيف عليه فصين من الثوم، وكمان هقطع بصلايه متوسطه واحطها عليه. اهم حاجه ان هو ياخد براحته خالص في السوى وما نستعجلش عليه. دلوقتي انا هضيف البصلايه اللي مقطعاها مربعات مكعبات كده اهوت، وبعد كده هضيف معايا خضره، معايا بقدونس وشبت وكزبره ومقطعاهم، مش ما يفرقش معايا قوي التقطيع لان هي لسه هتتضرب في الخلاط. هضيفها على الفول المدشوش اللي معايا وهبدا ان انا اقلبهم. لو احتاجت ميه هضيف شويه ميه واسيبها على النار تتسلق. هغطي عليها دلوقتي ونبدأ نعمل البصلاية بتاعتنا، وانا هقطع بصلاية كبيرة. التقطيع بقى اللي تناسبك، احنا كده كده هنحمرها، ففي ناس بتحبها تقطعها جوانح وفي ناس بتقطعها مكعبات، فانا والدتي هي اللي كانت بتعملها فوالدتي عملتها مكعبات زي ما هي بتحبها. وحطت عليها شوية من الملح، الملح ده بيساعد ان السوى بتاع البصل يكون اسرع، وكمان معلقتين من النشا، وده عشان يخلي البصلاية بتاعتي مقرمشة وما تتحرقش جامد مني. هقلبهم تقليبة كويسة، وبعد ما اقلبهم انا كنت حاطة طاسة على النار وفيها شوية من الزيت، وهبدأ ان انا احمر البصلاية بتاعتي. تحمير البصل هنا هو احنا عايزينه ما يكونش لا احمر قوي ولا ذهبي، عايزينه يكون متوسط. هو كده بدأ يخش في التحمير، وده اللون اللي انا بالظبط اللي انا عايزاه. هبدأ اطلعه على مناديل مطبخ او ورقة لو انت عندك المتاح موجود عندك، بحيث ان هو ينشف. لو الزيت فضل فيه هيطرى، فكل ما الزيت يتصفى كل ما يفضل القرمشه بتاعته موجوده. هنرجع للبصاره، لقيتها لسه محتاجه شويه من الميه ولسه ما استوتش، ضفت لها كوبايتين من الميه وهحسبها تاني على النار. انت هتفضلي تعملي كده اهوت لحد ما تلاقيها بالسوى الفوليه اللي معانا تتهري خالص في ايدك. كده يبقى هي استوت، رحت بيها على الخلاط وضربتها، وده كان شكلها بعد ما ضربتها في الخلاط. ماما نزلت عليها بشويه من الكزبره الناشفه، وكمان نزلت عليها بالكمون. البصاره هنا اهوت بتحب الكمون والكزبره، وكمان هترش عليها شويه من الملح وهتبدا تقلبهم. والمعلقه السحريه بقى اللي معانا والصعايده كلها بتفرق معاهم، وهي معلقه الملوخيه، هي اللي بتفرق في طعم البصاره بتاعتنا. البصاره دي اكله شعبيه، عايزه اقول لكم تبقى جميله جدا مع اللمه، بتاكل الواحد. حطينا معلقتين من الملوخيه، واحتاجت معلقه كمان فنضمن لها كده هو 3 معالق من الملوخيه. هنسيبها بقى تاخد الغلوه بتاعتها، والملح طبعا حسب رغبتك انت وحسب ما انت بتدوقيها، بتحبيها مظبوط مالحه شويه. حطينا شويه كمان من البصل المحمر بتاعنا وهنسيبها بقى تاخد غلوه. هنكون محضرين الاطباق بتاعتنا وهنبدا في الغرف. وهي سخنة بنضيف عليها شوية البصل المتحمرين اللي بقيوا معانا، وده كان شكلها. ويا رب تكون عجبتكم وصفة والدتي. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا على متابعتكم، واشوفكم بسلام الله، مع السلامة.